النهارده الجمعة 3/11/2023، الفيديو ده في واحدة عايزة أوجه لها رسالة، بس قبل الرسالة دي بقى عايز أقول لكم إن 3 أيام كمان من وقت تصوير الفيديو ده ويكون عدى يا جماعة شهر، شهر من أكتر أصوات وصور ومواقف مرعبة ممكن تسمعها أو تشوفها أو تعيشها في حياتك كلها بقى، شهر بقى من التدمير والخراب، شهر من قتل ناس عزل بدون أي حق، شهر والعالم كله يا جماعة بيتفرج ومش بيعمل أي حاجة غير حبة اجتماعات تصريحات وإدانة والكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب. علشان زي ما احنا عارفين ان طن الكلام ببلاش لكن جرام الافعال بكتير قوي. شهر بقى من ظلم وقهر وذل وكسرة نفس وازدواجية في المعايير، عمالين نسأل نفسنا طب وبعدين يعني اخرتها ايه؟ طيب بس للأسف لا حد عارف اخرتها ولا حد حتى عارف هو ايه اللي هيحصل بعدين. كل اللي نعرفه ان لحد دلوقتي في كيان بيرتكب ابشع الجرائم في حق الانسانية ومحدش اصلا قادر لا يفتح بقه ولا يحاسبه، لا ده كمان بالعكس بيساندوه لان اللي بيدعمه دولة بتقول يعني او بتدعي ان هي بتدافع عن حقوق الانسان. خليني اقول لكم مثال بسيط كده او كارثة بسيطة علشان يعني تفهموا كم العبث وازدواج المعايير والسفة والكارثة اللي في العالم وتعرف ازاي بجد ان احنا في جيم شطرنج قذر. تسمع اكيد عن اليونيسيف مظبوط؟ طب تعرف بقى ان الرئيس التنفيذي لليونيسيف دوت او يعني الاكزيكتيف دايركتور بتاعتهم هي مين؟ هي كاثرين روسل. طيب متجوزه مين بقى الولايه ديت او يعني مين جوزها؟ اسمع بقى، توماس دونيلون. شغال ايه بقى عم توماس ده؟ ركز معايا، ده بقى اللي تشيرمن لمؤسسه بلاك ار او سي كي، الشركه اللي كلنا اكيد عارفينها اللي هي اول واهم نشاط من الانشطه بتاعتها تجاره وبيع سين لام الف ح اللي هو اصلا الصهاينه وارد يكونوا دمروا بيه مستشفيات وكنائس وجوامع ومدارس وقتلوا بيه الاطفال اللي المفروض اليونيسيف بيدافع عنهم وعلى حمايتهم. وصل اللي عايز اقوله يا جماعه، كمين كبير جدا احنا عايشين فيه اقسم بالله. حد هيطلع يقول لي مستحيل يا عم عبد الفتاح اللي انت عمال تقوله ده، يعني هي الناس للدرجه دي بتستهزئ بينا وبعقولنا؟ هقول لك ايوه يا فندم للدرجه دي، والناس دي بتستهزئ بينا وبعقولنا. وبلاش هنروح بعيد ليه، يعني اكبر دليل الموقف اللي احنا كعرب دلوقتي موجودين فيه. ولو مش مصدقني برضو بكل اللي انا بقوله لك ده، استاذنك بعد ما تخلص الفيديو ادخل اعمل سيرش عن الكلام ده واكتب لي قول لي انت لقيت ايه. طيب رجوعا تاني بقى للعرر امريكا واليونيسيف والناس دي كلها، بنسال حضراتكم بعد اذنكم يعني يا شويه عرر عن تعريف الانسان اللي انتوا بتضمنوا حقوقه وبتدافعوا عنه. اكتر من 22,000 شهيد، انت سامع الرقم؟ و2000 مفقود تحت الانقاض يا جزم. معقول كل دول ما يكونش فيهم انسان واحد بالنسبه لتعريفكم المريض؟ واحد بس بقى اللي هو كريج مدير مكتب المفوضيه الساميه لحقوق الانسان. الراجل ده ادرك ان اللي بيحصل ده واللي هقوله ده هو ده اللي قاله، ان ده ابشع جرائم قتل للنفس، وقرر ان هو يستقيل من المنظمه، منظمه ملوثه كلها بالدم، منظمه ما تعرفش معنى الانسانيه ولا الحق. ومن الاخر كده، ما بني على باطل فهو باطل، ولا مجال لوجود الحق في اللي بيحصل ده يا جماعه. حقيقي بجد الواحد مش عارف هو يعني يقول ايه او ايه اللي ممكن نعمله في اللي بيحصل ده، غير ان بجد يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل اللي بيحصل حرفيا. يا ويلكم من دعاء اهل فلسطين والمسلمين، اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا، انت سامعني؟ فانه ليس دونها حجاب. اخر حاجه بقى بخصوص الواحده اللي عايز اوجه لها رساله، فهي مجنده من واحده اسمها كركال، ودي كتيبه مشاه على الحدود المصريه، فعايز اقول لها الف سلامه عليكي لان هي اتصابت بجروح خطيره جدا على الحدود المصريه، فيا ريت كلنا حبيت نشارك ونقول لها الف سلامه على حضرتك يا كتكوته، لان هما بيقولوا كمان ان هي تقريبا قربت تموت يعني او ممكن تموت. طبعا سامعك يا اللي بتسالني هو مين طيب اللي ضربها او حصل لها ايه يعني الست ديت؟ اقول لك بصراحه مش عارف، بس اللي اعرفه بقى ان الصهاينه مكتمين جدا على الموضوع ده. بس عموما محدش يقدر طبعا يقول ان هي اتضربت بالنار من مجند مصري، الله اعلم، محدش يعرف. بس غريب بقى في الموضوع ان برضو البهايم ما طلعوش لا اكدوا ان الضربه من مجند مصري ولا حتى نفوا ولا قالوا مثلا ان هي كانت حادثه او بتنظف السلاح جت رصاصه فيها، الله اعلم. بس حبيت بس يعني ان انا اوجه لها رساله اقول لها الف سلام عليك. عموما ربنا ينصر مصر وينصر اخواتنا الفلسطينيين. شكرا لكم.